هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأسعد أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات، أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذه الحلقة، الحلقة 70 بعد 100 من برنامجكم مقرأة الإمام نافع. في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى مقررنا من سورة المائدة من الآية 89 حتى الآية 94، نقرأ الآيات ونعلق على بعض ما فيها من التنبيهات، ونفتح المجال بعد ذلك لاستقبال اتصالاتكم وعرض تلاواتكم التي وصلتنا عبر الواتساب بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة سيد المرسلين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل كتابه العزيز حجة لنا لا حجة علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. نبدأ تلاوتنا مستعينين بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. بارك الله فيكم وفتح عليكم أيها الأكارم. في هذه الآيات الكريمات ننبه إلى بعض التنبيهات. في قوله تعالى في الآية 90 التي قرأناها وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلمة رزقكم الله ينبغي على القارئ أن يعتني ببيان الحركات فيها، فيقول رزقكم بأزمنتها الكاملة، وأن يعتني أيضا بالنغمة التي ينغم بها الكلمة، يعني لا يقول رزقكم الله وإنما يقول رزقكم الله هكذا بدون أن يكون لديه في الكلمة شيء من اختلاس الحركة أو الخطأ في تنغيم الكلمة، فليتنبه لذلك بارك الله فيكم. في الآية 91 قوله تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، لو نظرتم إلى المصحف الشريف نجد أن الواو هنا كتب فوقها دائرة مطموسة الوسط، دائرة سوداء مطموسة الوسط، وفوق هذه الدائرة السوداء المطموسة فتحة، وهذا يدل على الإبدال، لأن الدائرة السوداء المطموسة الوسط بدون أن يكون عليها حركة هذه تدل على التسهيل بين، أما إذا وضعنا عليها فتحة وضعنا الحركة يعني فتصير علامة أو إشارة أو ضبطا للإبدال، ضبطا لقراءة الإبدال، للقراءة بالإبدال، فليتنبه لهذا بارك الله فيكم. ننبه أيضا إلى ترقيق الراء في تحرير رقبة أو تحرير رقبة، الراء المضمومة هنا مرققة، الراء المضمومة هنا مرققة، الراء التي بعدها في كلمة رقبة مفخمة، بعض الناس لا يكون عنده الليونة والسرعة في تعديل وضع لسانه لينطق مباشرة بالحرف على نسقه الصحيح، فيأتي براء مرققة ثم راء مفخمة فيقول تحرير رقبة فيفخم الرأين أو تحرير رقبة فيرقق الرأين، وهذا غير صحيح، أو تحرير رو هذه مرققة، رقبة هذه مفخمة، أو تحرير رقبة بهذه الطريقة، وحتى لو أسرع فيقرأها كذلك، أو كسوتهم أو تحرير رقبة بهذه الطريقة ويعتني بذلك. أيضا مما ننبه إليه في هذه الآيات في الآية 93 قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر، كلمة الخمر
هذه الميم الخمري، الخاء مفخمة، لكن الميم هل هي مفخمة؟ لا، الميم مرققة. بعض الناس يقول الخمري فيبقي الخاء على تفخيمها، هذا جيد، وينقل ينتقل إلى الميم مع تفخيمه الذي بقي في الخاء، فتصير الخاء مفخمة والميم أيضا مفخمة، وليس كذلك. ننتقل من خاء مفخمة إلى ميم مرققة. وطريقة ترقيق الميم إفراغ ما خلف الشفة العليا والسفلى من الهواء، يعني لا ننفخ خلف الشفة العليا والسفلى هواء. لاحظوا هذا النفخ، طبعا أبالغ لكم أنا حتى أبين، لكن الذي يأتي بها على أتم الترقيق لا يكون خلف شفتيه هواء محبوس، خم هكذا. وطبعا بعض الناس يعبر عن هذا بالابتسامة، فيقول يعني ابتسم، تعود بشفتيك، يقول كالابتسامة، وليست كالابتسامة في الحقيقة، هذا مبالغة وغلو وغير صحيح، إنما هو عودة بالشفتين إلى وضعهما الطبيعي فقط، لكن الابتسامة هذه خلف وضعها الطبيعي، هكذا طبيعي، أم لكن الابتسامة هكذا أم لا، وهذا غير صحيح. أيها الأكارم، المبالغة في التعبيرات، هذا يعني لعل المشايخ هم من يخاطب به، المبالغة في التعبيرات لا توصل إلى الصواب، وإنما توصل إلى الغلو بعد ذلك، وتدخل في القراءة ما ليس منها، فليتنبه لهذا، بارك الله فيكم. نعم، في قوله تعالى وعن الصلاة كذلك نتنبه إلى تفخيم اللام وأنها مغلظة على القاعدة. في الآية الأخيرة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الطاء نعطيها حقها من التفخيم الكامل مع أنها مكسورة، وقد بينا في حروف الاستعلاء من قبل وبينا في حروف الإطباق أن التفخيم يضعف مع الكسر، لكن استثنينا، يعني بينا أن هذا في حروف الاستعلاء غير المطبقة، وأما المطبقة فلا تتأثر بالكسر وتبقى على قوتها في التفخيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هكذا، وتبقى على قوتها ظاهرة جلية، لا تتأثر بالكسر ولا يضعف تفخيمها بسبب ذلك. هذه هي الملاحظات التي عندنا، أو نشير نعم إلى نقطة. لاحظوا بارك الله فيكم في الآية 94 نفسها، في قوله تعالى فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أنما هنا كما تلاحظون المكتوبة موصولة، إحنا عندنا شكلين للكتابة، أن ما على رسولنا، كلمتين، أن ثم مسافة، ما كلمة جديدة، وتكتب موصولة أنما، فقد وردت في القرآن أنما بالقطع، ووردت أيضا في القرآن أنما بالوصل، فعندنا أنما وأنما المقطوعة والموصولة هم سواء في المعنى، لكن في الكتابة لا، مختلفة. فإذا كنا نقرأ ورأيناها مقطوعة يجوز لنا أن نقف على الجزء الأول فنقول أن، وإذا لم تكن مقطوعة وإنما كانت موصولة فلا يجوز ذلك، ويجب أن توصل معا، يوصل الجزآن معا، أنما. فتنبهوا بارك الله فيكم وفتح عليكم لهذا الأمر. ولا يشار، تنبهوا، لا يشار بالصوت وطبقاته إلى القطع والوصل، لا يشار بالصوت وطبقاته إلى القطع والوصل. بعض الباحثين يقول أنما على رسولنا هكذا بالقطع، أنما على رسولنا هكذا بالوصل. يتنبه إلى أن هذا من المبالغات والغلو الذي لم نسمعه في كلام الأئمة الأولين، ولا تنطبق هذه الأشياء على قراءة كل القراء الذين يقرؤون. لا يوجد قارئ واحد من كبار الأئمة إلى أصاغرهم يلتزم بهذه القواعد النطقية التي ظهرت في الأيام الأخيرة، التي يعني ابتدعت كما نقول، لن أقول ظهرت، ابتدعت في الأيام الأخيرة، وكأنها قواعد وضوابط وأنظمة وقوانين لنبر الكلمات وغير ذلك، وهذا الأمر يعني ما أنزل الله به من سلطان، ولا هو في كلام الأئمة،
في الدراية، ولا يعرفه أهل الرواية، ولا تنطبق هذه القواعد على قراءة ولا قارئ من القراء. فهذا يدل على أن قائلها والذي أتى بها من عند نفسه، ولم يأتي بها من كلام الأئمة. وبعضهم يلبس على السامع شيئا من هذه الأمور بذكر بعض القواعد وكلمات يذكرها الأئمة المتقدمون لا تمت لحقيقة ما يدعو إليه الداعي بصلة، وإنما هي كلمات مرسلة ينبه العلماء فيها على أمور معينة، فيتوهم أن فيها شاهدا لكلامه وليس فيها أي شاهد، ولا يسلم بذلك أحد من الأئمة والعلماء. فلنتنبه لهذا بارك الله فيكم. الغلو آفة عظيمة لا ينبغي الانجرار إليها من طلبة العلم، لا ينبغي أن يعني كل واحد يريد أن يترقى في أدائه ويصل إلى مرحلة قوية من الأداء وجودة عالية من الأداء، فإذا وصل إلى مرحلة ممتازة يريد أن يبدع شيئا جديدا ليظهر أنه متميز وأنه فوق الناس وأنه أتى بما لم يأتي به الأوائل. فصرنا نرى كل شوية موضات والله مؤسفة للغاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنتنبه لهذا الأمر ولا نكن وقودا له، وإنما نكون إن شاء الله متصدين لهذا الغلو، ويأتي في كل زمان في يقيد الله تعالى في كل زمان وفي كل جيل عدولا ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. نخرج لفاصل أيها الأكارم، ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم، نعطي مجال للاتصالات في هذه الحلقة، ونعرض أيضا ما وصل إلينا من مشاركة عبر الواتساب، فانتظرونا. النفس مفطورة على حب من أحسن إليها، فكيف لا تود من الإحسان كله من عنده؟ إنه الله الرحيم الودود. واسم الودود يحتمل أن يكون بمعنى الواد أي المحب، ويحتمل أن يكون بمعنى المودود أي المحبوب. فالله هو الودود المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله، وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته، وهو المحبوب في قلوب أوليائه لما يتعرفونه من كثرة إحسانه إليهم وكثرة عوائده عليهم، فهو المستحق لأن يود فيعبد ويحمد. وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا. وهو الواد لأهل طاعته الراضي عنهم بأعمالهم، والمحسن إليهم لأجلها، والمادح لهم بها. وهو الذي يتودد إلى عباده بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، فمن عرف أن الله هو الودود أحبه من كل قلبه وأحبه لذاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. ومن عرف أن الله هو الودود عبده وحده بحب وإخلاص، وأقبل على العبادة بحب ونشاط. قال ابن القيم: إذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، ومن ود الله وأحبه وجد السعادة الروحية في الدنيا قبل الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه. ومن أحب الله ووده بادر بالتوبة إليه. قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، أي ذو محبة لمن أناب وتاب إليه يوده ويحبه. ومن أحب الله ووده ما ود أحدا إلا لله وفي الله،
قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. حياكم الله من جديد أيها الأكارم بعد هذا الفاصل، ونتابع معكم مشاركاتكم واستقبال ما عندكم بإذن الله تعالى من تلاوات. ومعنا مجموعة من المشاركات عبر الواتساب، وأيضا معنا اتصال، فنبدأ بالاتصال من أخينا منذر من تونس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ. اهلا وسهلا باخينا منذر، حياك الله وبياك، يا مرحبا. حياك الله، بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير الجزاء. واياكم واياكم، سلمكم الله، تفضل حبيبا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل. رقة الراء، لا تحرموا، ترقيق، تحري. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين. قلقل الطاء. فكفارته إطعام. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون. يا حبيبنا، إطعام. قلقل فقط، لا تقرأ يعني، بس عدل لي هذه، قل لي إطعام. إطعام. إطع، فخم الراء، الطاء. إطع. إطعام. أيوة. هكذا. تطعمون. إطعام. تطعمون. كذلك. تطعمون. 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 نعم هكذا. أعد. فكفارته. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ بارك الله فيك يا أخي منذر، وفتح الله عليك، أحسنت ما شاء الله. نأخذ مشاركة علي من النيجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا،
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بارك الله فيك، ما شاء الله، قراءة ممتازة أخي علي، وليس عندي ملاحظات عليها. نستقبل هذا الاتصال من بدر من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا بدر، أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك، بخير ونعمة، اللهم لك الحمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بدر هل تسمعني؟ نعم. لو تعيد الاتصال أفضل، لأن هذا الاتصال يعني الصوت فيه مشوش. نعم. جدا. أنا أسمع، نعم، لكن جودة الصوت غير عالية، يعني الصوت ضعيف، تحتاج أن تعيد الاتصال أفضل. أفضل أن تعيد الاتصال، يكون الصوت أوضح إن شاء الله. نأخذ هذا الاتصال من أبي الحارث من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الباري شيخنا الكريم. الله يحييك ويرضى عنك، أهلا وسهلا. آمين، الله يحفظك، الله يكرمك، الله يسعدنا وإياك. آمين. في الدنيا والآخرة. آمين، بارك الله لك، تفضل. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي يعني نحن لا نقول دائما لا يبدأ بأداة الاستدراك، لكن أداة استدراك، فتعود وتتابع باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم. نعم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة
كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. حسبك، بارك الله فيك يا أبا الحارث وفتح الله عليك وجزاك الله خيرا. نأخذ هذه المكالمة من توبة من تونس. السلام عليكم يا توبة. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا ابنتي، تفضلي اقرأي بسم الله. شكرا. والعاجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأضر به نقعا فوسطن به فوسطنا قلقلي يا توبة فوسطنا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد لا على ذلك لشهيد على ذلك لشهيد لا لا تقولي على ذلك لا على ذلك ك كاف قصيرة على ذلك لشهيد على ذلك لشهيد على ذلك لشهيد أحسن شوية نعم أكملي وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر لا 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 أفلا يعلم إذا ألم أفلا يعلم إذا أفلا يعلم إذا لا تقولين أفلا يعلم ما فيش واو يا توبة أفلا يعلم إذا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيك يا توبة تتصلين المرة القادمة إن شاء الله تعيدين هذه السورة نفسها ماشي إن شاء الله بإذن الله نستمع إلى تلاوة محمد سليمان من مالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون لو تعيدون لي بارك الله فيكم قليلا يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. بارك الله فيك. عندما بدأت يا أيها الذين آمنوا، لاحظ أن يا أيها ست حركات، آمنوا أربع حركات، الأربعة تمام عندك، لكن يا أيها جئت بها كذلك أربع حركات، وحقها أن تمد بالطول ست حركات، فتنبه لهذا بارك الله فيك. الميم من الخمر، رققها، أنت قلت الخمر، لا الخمر، الخمر والميسر والأنصاب، كذلك في الخمر والميسر ويصدكم، نفس الكلام. بارك الله فيك يا أخي الكريم، ويعني أسعد بأن تكون هذه المشاركة من مالي، قلما تأتينا مشاركة من بلدكم الجميل، ولي فيه إخوة أعزة أحبة من القراء المتقنين المهرة، كانوا زملاء لنا في الدراسة في مكة المكرمة في جامعة أم القرى، شرفها الله. نعم، نأخذ هذه المكالمة من بدر من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا بدر، كده الأمور أفضل بفضل الله. الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. لا تطل، لا تطل لأجل النغمة، واحذروا، هكذا ثلاث حركات، واحذروا واحذروا هكذا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أشبع المد قليلا، فاعلموا ست حركات. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا أخي العزيز وفتح الله عليك. نأتي إلى مشاركة عبد الرزاق من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا
إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بارك الله فيك أخي الكريم، قراءة طيبة ما شاء الله. لما قرأت في آخر مقطع الذي أنت، هذه الغنة جعلتها زمنها زي زمن المد، وهذا زمن كبير جدا مماثل للمد، وهذا طويل جدا والغنة أقصر من ذلك بكثير. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، هكذا. فتنبه لهذا حفظك الله وبارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال من أسامة من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي العزيز، حياكم الله. عايشك، مرحبا شيخ. الله يعافيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أو تحرير كمان مرة، أعد، أو تحرير. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنا أسمعك تقول رقبة، به ليه رقبة؟ افتح الباء. أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لا، أو تحرير رقبة، بس كلمة رقبة، لا تعد من أول المقطع. رقبة. رقبة. لا، باء، قل باء. باء. هذه باء، 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 افتح، قل باء. باء، باء. هذا هو، رقبة. رقبة. لا، كما قلت، باء، باء، مرة أخرى، باء. باء. جيد. را قا با را قا با را قا با را قا با. أحسن شوية، 50% تحسن، 50%، لكن مش صحيحة 100%. را قا با را قا با. نعم، أحسن شوية، وهكذا. نعم، تابع. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حسبك، بارك الله فيك وأحسنت في تلاوتك، ما شاء الله، قراءة جميلة. هذه رقبة أستغربها، يعني على مستوى القراءة الممتاز، لماذا يعني هذا الحرف هكذا يمال معك قليلا، لكن يعني يكمل معك هذا إن شاء الله وتصير تلاوتك أجمل وأجمل، بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال من عبد الرحيم من المغرب. السلام عليكم. طيب، نأخذ مشاركة واتساب عبد العزيز من الجزائر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. عبد العزيز، لا تقلقل الزلام، تقول ولا زلام، لا، ها، ولزلام هكذا، فاجتنبوه. لماذا؟ فاجتنبوه، ولا تقول فاجتنبوه، فج هكذا الجيم، أما فاجتنبوه، ها، فاجتنبوه كمان، هذا خلط لصوت الجيم بالشين، أو على الأقل هو إزالة لصفة الشدة من الجيم. واحذروا، فخم الراء، الراء هنا مفخمة، ورقق السين في رسولنا. بارك الله فيك. نأخذ مشاركة يوسف الكوازي من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. بارك الله فيك يا يوسف. من أوسطي، رقق السين، لا تقول من أوسطي، مرتين قرأتها وكلاهما خطأ. كذلك رقق التاء، من أوسطي ما تطعمون، تو، ولا تقول تطعمون، طو، التاء إذا فخمت تصير قريبة إلى الطاء، فتنبه بارك الله فيك لهذا وجزاك الله خيرا. أيها الإخوة والأخوات، نكتفي بهذا القدر من المشاركات والاتصالات في هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى مقرر تلاوة الحلقة القادمة أيضا من سورة المائدة من الآية 95 حتى الآية 98 بمشيئة الله تعالى. استعدوا بتلاواتكم، ونسأل الله لنا ولكم القبول وصحة النطق لكتابه الكريم والعمل به بمنه وكرمه، آمين.
نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيراً.